شنو اللي لقاو عليه؟ جمال الله عمره دار واقف معانا وفين ما احتجناه كنمشيو كنلقاوه. انا يمكن في بالدرب ديالي اللي بغى لابيلانس تمشي لكازا كيعطيها لينا، اللي عندنا شي مشكله كيفكها معانا. هاد جمال هاد الساعه ما بدا حتى شي حاجه، واش هما هاد الدليل لقاو عليه هاد الدليل ديال شي حاجه؟ هاد جمال الله عمره دار عمرنا ما شنا عليه شي حاجه. تقريبا دابا كنعرفوه 20 عام باش حنا كنعرفوه في هاد البلاصه. اي حزب طلع كيبقى هو في بلاصته، حتى واحد ما كيمنعو من هاد البلاصه. قاري عبد الله كتيب عام منظمه الديمقراطيه للشغل. الحضور ديالنا لهاد الناس امام المحكمه الابتدائيه ديال مدينه المحمديه، كنشاهدوا السكينه ديال المحمديه كلها هي واقفه امام المحكمه. لو كان كانوا هاد الناس خطافه ولا شفاره ما غاديش يساندهم المواطن ويجي يساندهم امام المحكمه. انا اللي نعرف الواحد شفار غادي نجي نقول شفار ما غاديش نتبعوا امام المحكمه. شوف السكينه ديال المحمديه جمعيات ونقابات كلهم هما امام المحكمه الابتدائيه. لو كان ما كانوش هاد الناس شرافه ما غاديش يجيو هاد المواطنين هنايا يوقفوا، وغادي ازروهم في هاد الوقفه هادي. هاد الشيء اللهم انا هذا منكر علينا. هاد شي واحد يبدا يتهم فيه بالوعود الكذيبه ويبدا يضحك على الناس ويبدا يصيفط في الناس في الفيسبوك. شفاره هاد الناس باش شفاره باش اعطينا الشفرو. هذاك جمالي اللي كيقولوا شفار كيعيط عليه المواطن في الوحده ديال الليل والجوج الليل باغي لافيلانس تجيب ليه ميت من فاس، وكتطلع حتى لفاس كتجيب ليه الميت. علاش هاد السيد مالو ما خدامش المدينه؟ اللهم انا هذا منكر، اللهم انا هذا منكر، اللهم انا هذا منكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. باسم المجتمع المدني كنشوف بأن هذا السيد اللي كيتسمى بخي بابا يعني فات الحدود ديالو أول حاجة، وثانيا أنا يعني صدرت من عنده هو يعني جميع المعايير. عايرني أنا بعد أصليا تاعي وشبع فيا تصاور، وأولا أنا بعد أول حاجة ما كنعرفوش، وتلاقيت معاه هو ما كيعرفنيش ولا ما كنعرفوش، لا شفتو ما نعرفوش ولا شافني ما يعرفنيش. مصورني مع كلاب، مصورني مع حمير، مصورني مع حيوان. يعني هادشي لا ما عنده علاقه بالصحافه، والصحافه خدمه مشرفه. هو كيدعي بانه صحافي وليس بصحافي.